هي البنات هذه اليوم ب 80 درهم، هاد القويميجه هذه ب 80 درهم، والثوب ديالها كسيوات الخيط اليوم ان شاء الله مبرده عند سلاي 130 درهم. شوفوا معايا كسيوات الخيط مبرده 130 درهم. البيسه البنات بيجامه ديال القطن، قطن فن البنات بالجياب، هذا الموديل هذا ب 40 درهم سولد، هادو 40 درهم، سارعوا ليهم 40 درهم. هاد الجليبات هادو سول ديال الخيط بهاد الطرزه هادي 120 درهم، هادو وقتهم دابا ديال الخيط مبردين خفافين 120 درهم. تتما كيمينو هاد الفصاله هادي وب 100 درهم، ونشوفوا اللوينات اللي درتو فيها دابا جداد. ياك دوري عندي هند وفيه البوني ديالو، يعني بالبوني ديالو هذا ب 130 درهم وفيه لوينات، وباقي ان شاء الله الاسبوع الجاي. هاد القويميجات اللي لابسه هند هادو ان شاء الله اليوم 100 درهم. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جبتكم المحل سلاي، ودائما هوشه جديده في الملابس الرومي توب، واليوم ان شاء الله المفاجاه الكبيره هي هذه البوركيني البنات. اليوم ان شاء الله بواحد الثمن جد مناسب، كل شيء غادي يتبحر اليوم صراحه. هذا شحال وانا تنتسناه، يلا وصل وقته، شحال وانا تنتسناه باش نفاجئ به المتابعات ديالي. ان شاء الله كيف العاده المحل تتواجد في المعارف، هذه زنقه اسحاق الماروني، ابو اسحاق الماروني المحل هو هذا البنات. المحل الصغير كاين في زنقه بن نافيس، والمحل الكبير هو هذا. غتلقاو الطريق ان شاء الله في اخر الفيديو، غنخلي لكم الطريق. تيحلوا طيله الاسبوع الحده البنات، تيكونوا سادين، خصك تولي تحل لنا الحده مليكه الحد، حيت كيجيو الناس لحد تيلقاو المحل ساد. المهم حد تيكونوا سادين، تيحلوا من 9 من 10 حتى ل 8 ونص، دابا حتى ل 8 ونص. وقبل ما نبداو كيف العاده نبداو بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اهلا كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير، امور مزيان، الحمد لله. دائما الجديد ودائما الهوسه، دائما ياك مليكه، مالكم ديما مقلقه مع الناس؟ خاصك كيقولوا لك في الفيديو شفناها تضحك، جاتهم عجب، قالوا تنمشيو تلقاوها مخنز، علاش كتخنزريها بالك؟ راه هي هكاك البنات، راه مليكه ما فيهاش الهضره بزاف، هي ما فيهاش الهضره بزاف، راه الهضره تنجبدوها منها غير بالزز، خاص تجيك عاوتاني بايجه باش تفورماطي، كيجبدوا منها الهضره البنات غير بالزز. مليكه صراحه الله يعمرها دار، ومعقوله جدا جدا جدا، ونبداو على بركه الله. يلا باش غادي نبداو؟ غادي نبداو ان شاء الله اليوم بالكسيوات الصيف. تبارك الله صيف، كاين الصريف، الله يجيب الصرف للبنيات كاملين يا ربي، الله يسهل علينا. اليوم ان شاء الله كاينين كسيوات هادو ديال الصيف بواحد الثمن جد مناسب، واللي زوين يعني غادي تمرحي فيهم، فيهم طايات نوريكم، وفيهم اللوينات، لان الثوب كيف ما حيت البنات في التعاليق الاخرين كانوا كيكتبوا لنا عافاك عندكم الثوب صوبوا لنا كسيوات، هما الكسيوات اليوم، هما الكسيوات اليوم متوفرين ان شاء الله وب 130 درهم اليوم، كسيوات 130. ورينا اللون باش نوريها لهم البوسه ان شاء الله. ها انتوما شوفوا معايا اللوينات الشكل ديالهم، كتكون فيهم هكا دايرين فيهم هنايا هاد الحزمه، فيهم جاو هنا بالصدف، فيهم هنايا القطعه هكا، وفيهم واحد البانسات خفاف، وهنا في الظهر دار واحد البانسه اخرى باش كتعطي حتى العرض، وكاينه القطعه هنا يعني البيسه مفصله، يعني شفتوا ها كيفاش تجي، وعاد فيها قطعه اخرى لتحت، هي هادي اييه باش كتجي شويه في هذوك لي بلي ولا دوك اييه في الخطوه. انا نوريها لكم ملبوسه، ورينا اللوينات. نشوف كيند، ها انتوما هاد اللون هذا درتوهم ستوندار ولا درتو فيهم لي طاي؟ فيهم لي طاي من الى تلت روا اكس ال. ها انتوما شوفوا معايا، زيديني اللوينات اللي باقين. هند نشوفك لابساها، شوف هذا اللون هذا، باقي اللون يعني حاطين نتوما غير موديلات هنايا. شوفوا معايا هذا اللون هذا، كسيوات 130 درهم. انا غنجي عندك هند، شوفوا معايا هذا اللون هذا، ها هي لابساها هند. اجي هند نشوفك، هذا اللبس واخا. ها نتوما دوري هند، الشكل ديال الكسيوه 130 درهم. داك السير هنا هند نشوفو نتوما، وكاين البنات حتى الشيلان عندهم، حتى الشيلان تاخدي اللبسه بالشال ديالها ان شاء الله. الشال كاين من 20 درهم، كاين 20 درهم. باقي شي لوينات اخرين؟ باقي اللوان قلنا، باقي اللوان تعلقي كلشي. المهم كاينين من نقولوا من اصغر طاي، شنو هو
الميديوم. انت شنو لابسه دابا؟ ميديوم. انت لابسه الميديوم، الميديوم راه كبيره. دونك الميديوم راه تلبس ميديوم ولا لارج، حيت هما تيبغيو يجيو هكا. انا قلت الهند جاتك كبيره، قالت لي اختي خلي الناس يتمرحوا. قلت لها زعما لبسي قدك، قالت لي اختي خلي الناس يتمرحوا مع حتى الخيط، يعني غادي يقدر يشرب شويه. ما ظنيتش يشرب لان مبريسي نديروا الاحتياط، ناخذهم هكا واسعين نتمرحوا فيهم. لا لي غونطي ولا البتيطا تيجيو بحال اوفر سايز تيتلبسوا. دوري هند نشوفك مزيان. ها هي البنات اللي بغات دير سكرين، كاينين اللوينات بزاف، غادي نعاود نشدوا لهم اللوينات باش اللي بغات شي حاجه. غديري لنا لا ليفغيزون البنات؟ قولي لنا واش غدير لنا لا ليفغيزون ولا لا؟ نديروا لهم لا ليفغيزون، ولكن تدوز 3 ايام على الفيديو. السلعه موجوده ياك؟ السلعه موجوده تبارك الله. شوفوا الستوك، انا داكشي غير شويه. ها شفتوا الستوك؟ يلا هانتوما، يلا تيحطوا فيه. هادو 130 درهم، فيهم اللوينات زوينين. هانتوما شوفوا، بغات دير شي حاجه، شي سكري اللي بغات دير شي حاجه. هما ونشوفوا موديل اخر ان شاء الله. الموديل الاخر لبستو الملكه هو هذا الشكل، هذا الديفيديفات الحقيقيات. شوفوا معايا دوري ملكه، هانتوما شفتوا تجي عريضه على هذا الشكل، هذا فيه هاد البليات هادو هنايا باش كتعطي واحد البانسه تعطي العرض. شوفوا هنايا بالنسبه للدراع، هنايا دايرين فيها واحد سطيفات هكا، هذا موديل، وهنايا هكا بليات. الصديفات داكشي زاز، فيها جوج صديفات، دينا الصديفات فيها واحد جوج صديفات هنا، تاهما تيعطيو واحد الديكور والعرض. وباقة عريضة زعما، جات كلوش وثمن جد مناسب. انا لبست لكم الدبيديبه ولبست لكم بنتها، راه بنتك نيت، راه بنتك شفتوا. وهاد الالوان هادو فيهم هاد الاصفر، السروال حتى هو كاين، اللي كنا الكغون طايب 80 والبتي طايب 60. البتي طايب شنو هو البنات؟ هو الاكس ال والال، واللارج هما اللي ب 80، يعني العبار ديال مليكه ب 80 والعبار ديال هند ب 60 درهم. وفيه اللون، انا نوريكم حتى الكري، هي من البوسه والكري لبسناها مع سروال ليكرا، سروال فيسكوس هذاك بلاص. اييه شوفوا لبسنا الكري حتى هو كيفاش جا. هانتوما السروال بالسيوره جا هكا، يعني حتى اللي كتبغي ما كتبغيش السروال بحال هذا اللي لابسه. ورينا السروال اللي لابسه انت يا هند بالنسبه للبنات اللي ما شافوش الفيديو الاول. هادو هما السراول ديال 60 درهم، سراول ديال الخيط وبالجيب. خديت منهم البنات زوينين. اييه هادو ب 60 درهم، والكغون طاي ديالهم ب 80 درهم. هو اللي لابسه لابسه هند شفتو، والبيسه 120 درهم ياك. القميجه هاد القويميجه هادي ب 120 درهم، والكغون طاي حتى 5XL طاي 60 62 تلبسها. باقي شي لون اخر فيها، باقي فيها واحد الاحمر في هذا الاخضر هذا، في هذاك وفي هذاك اللون الاخر حتى هو. هادو هما اللوينات اللي ما ملبوسينش. هاد القويميجات الكغون طاي حتى لطاي 60 120 درهم. ونشوفوا موديل اخر، ندوز لكم موديل اخر ان شاء الله اللي كنا شفنا في الفيديو اللي فات. كنا شفنا على هذا الشكل هذا اونسومبل بسروال ديالو وبالجيلي، بعد ديباردور ديالو هكا. واليوم ان شاء الله داروا لنا موديل اخر اللي هو هكا بالسروال بصايا، وتيجي على هذا الشكل هذا. لبسوا حتى داك اللبسات اللي لبسوا دوك الاخوات ياك، كيتسمى لباس شرعي كيقولوا لي ياك. كاين هذا الشكل هذا نفس الثوب. شنو هذا اسم نقولوا ليه؟ بيزو هذا بيتش. شفتوا وفيه القب. دوري انا لبستها لكم الملكه. اييه هذا ماشي قب، اي اختي هادشي مجدد كما اختي هادشي اليوم. انا صحابتني قب ها هو كيجا. لبستها لك الهين حتى هي، ماشي بتي طاي انما تتلبسي الدوبل اكس ال. فيها الاكحل، فيها الاسود، وفيها هاد البوردو هذا. وعطيني اللوينات اللي باقين فيها، وعاد نوريكم اللوينات بالنسبه للبنات اللي ما شافوش الفيديو اللي فات في هذا الغوز هذا. وشوفوا الصايه كيفاش دايره، سمحي لي يا هند. شوف الصايه حتى هي، ديري لها هاد السميطه هكا هنا، وديري لها حتى هاد البليه باش كتزيد تعطي مازال داك العرض بحال اللي كاين في هادي، بحال هكا شفتوا كيفاش تجي. وفي هاد الموطارد هذا ثلاثه اللوينات، اربعه، فيها الاسود موطارد الغوز
والكرونة. كامل ها هو ملبوس هنا البسينو المانكا كيفاش تجي على هذا الشكل هذا. شحال تيبقاو هادو مليكه؟ 200 درهم. 200 درهم هادو كيبقاو ب 200 درهم. دائما في الجديد هاد البيس هادي كنا صورناها في لا فيديو اللي فات، ولكن دابا جابوها في موديلات جداد في الوان جداد. اللي قلتي لي مالك علاش عاودتو خدمتوها بالوان جداد؟ حيت لقات استحسان ورخيصه 100 درهم ومرحم باردة. والفصاله ديالها دوري مليكه هانتوما سامبل و 100 درهم وبردة. الفصاله ديالها من الكميمات، شنو تنسميو هادي؟ الفصاله اختي كيمينو، تتسمى كيمينو هاد الفصاله هادي وب 100 درهم. ونشوفوا اللوينات اللي درتو فيها دابا جداد. هاد اللون هذا يلا سيري، درنا هاد اللون هذا حتى هو. هادو تيجيو هانتوما هادي غير واش هما ستوندار؟ ستوندار، ولكن تيلبسو لي كرون طاي بتي طاي، لان الفصاله ديالهم تجي اوفر سايز. شوفوا هاد اللون هذا حتى هو، شوفوا هاد اللون هذا، شوفوا لون اخر، شوف داك السيل زوين. شوفوا من هنا ها هو، شفتوا فن هاد اللون هذا 100 درهم. والدبيديبات ديالي تبرعوا وتبردوا ليا. والصيف راه ماشي جا الصيف، راه دخل شفتوا كيفاش جات في اللبس. اياه 100 درهم شفتوا. والسراول راهم كاينين، كاينين سراول، حيت ما بغيتش نعاود نوريكم نفس الموديلات اللي كنا ورينا في الفيديو اللي فات، ورينا هادو كاينين حتى هاد الشكل هذا حتى هما راهم متوفرين. هادو كيجيو على هكا، كاين اللي مقبوطين من هنايا، كاينين اللي بالسير، كاين العاديين لاخش. هادو فين دوك العاديين مليكه؟ شوفوهم اللي هما هادو، تيجيو على هاد الشكل، كيجيو سروال جيب بحال شكل صايا. شحال قلنا هادو الثمن ديالهم؟ 60 درهم. ونوريكم موديل اخر ان شاء الله. دائما البنات الجديد موديل جديد في القويميجات، هادو تيجيو اوفر سايز. انا لبست لكم الملكه مع الصايا، حيت كتلبس مع الصايا دوري ملكه، والعرض ديالها تجي طويله من الضوفه اللورانيه، كتجي طويله الملكه، جات شويه مزيره شفتوا. موديل جديد في القويميجات، كنا بينا موديلات اخرين في الفيديوهات اللي فاتوا، دابا داروا هذا الشكل على شكل اوفر سايز حتى في الكميمات شفتوا. انا لبستها ليها مع الصايا، هي الدوفالورانيه طويله شويه على الدوره القداميه، شفتوا كيفاش جات البنات. انا لبستها لكم هنايا في المانكا، لابساها مع سروال باش تبان لكم. بالنسبه كل وحده فين عندها الوزن، كاين اللي عندها الوزن لتحت، كاين اللي عندها الوزن الفوق، يعني على حسب الوزن فين عندك. هانتوما دوريها عيشه باش يبان لهم الدار كيفاش الكوميجه دايره. هانتوما شو الطول ديالها كيفاش دايره، مستور اييه. والكميمات اي الكميمات ما داروش لنا فيهم كيف ما هكا الصدفه، قالت لي مالكه اختي بغاو يبان تبان لهم الساعه وتبان لهم. انتوما ديري الكمك هكا شفتوا هالكميمات كيفاش دارهم، ما داروهمش بالصدف. هذا اوفر سايز تجي، يعني تجي على هذا الشكل هذا، وكاين اللي تجي عاديه بحال هذا الشكل، داروها في هذا الموديل هذا. نشوف كاين هذه تجي في البتيطاي، يعني حتى الاكس ال ها نتوما هي لابسه. اش من لابسه انت دابا؟ اكس لارج كاينه اكس ال. ها نتوما شفتوا دوري كيفاش جات هذه الفصاله ديالها، تجي هكا دغوا، هذه عاديه الفصاله ديالها، فيها لي زيبول ديالها الكتاف جاو مقادين، كاينه واحد القطعه هنايا ماشي بحال هذه، هذه تيجيو الكتاف ديالها شويه طايحين. اي تتسمى اوفر سايز. ولبستها لكم الهند مع السروال ديال 60 درهم، والكرون طاي ب 80 درهم. وعطيني اللوينات اللي كاينين في هذا الموديل اللي لابسه لكم اللوينات بجوج، بحال اللي لابسه هند في هذا اللون هذا، في هذا اللون هذا، وفي هذا اللون، باقي فيها لوينات بزاف. خلات السيده فاش الالوان في هذا اللون هذا، في هذا اللون عجبني هذا اللون، يعني تقريبا كاينين دوك اللوينات اللي كنا شفنا في القوامج الاخرين، ودابا اللوينات جدادين. واللي لابسه مالكه نشوفوا اللوينات اللي لابسه مالكه، كاين هذا اللون هذا، والثمن البنات 120 درهم ياك، بحال اللي لابسه انت بحال اللي لابسه عائشه هند
اللي لابسه هند 100 درهم واللي لابسه ملكه 120. دونك هادو ما تحطم الاسعار مع العثمانيه. وي الله يعطيك الخير. هادو الاوفر سايز البنات 120 واللي لابسه هند 100 درهم. شفتوا؟ اييه شوفوا معايا اللوينات زوينين. شوفوا معايا اللوينات صيفيه. اييه 120 درهم حتى هاد اللون. ها هي هادي اوفر سايز هي كيفاش جات ملبوسه في المانكا البنات. شفتوا 120 والطاي صغيره 100 درهم. كاينه قويميجه اخرى البنات حتى هي الكغون طاي تجي على الشكل طويله شفتوا وعريضه كيفاش كتجي. ها هي البنات هادي اليوم ب 80 درهم. هاد القويميجه هادي ب 80 درهم والثوب ديالها شنو هاد الثوب هذا؟ كريب. هذا كريب. ها نتوما كيفاش داير. انا نوريكم اللوينات. عطيني اللوينات ملكه هادي ب 80 درهم. كاين هاد اللون اللي لابسه ملكه وكاين هاد اللون هذا فيها هاد الاصفر فيها الكرونه وفيها الكريب النوار فيها اربعه خمسه اللوينات. شوفوا معايا وفيها لي طاي فيها طاي كبير وطاي صغير فيها من ال حتى للدوبل اكس ال. دوبل هي اللي لابسه ملكه ياك دونك ال غتلبس دوبل اكس ال. هادو ب 80 درهم ان شاء الله. موديل خفيف ظريف وثمن جد مناسب. ندوز لكم البوركيني البنات بثمن جد مناسب. بوركيني بهاد الثوب هذا دوري هند. شوفوا يعني الفصاله ديال البوركيني اللي كنا تناخذو ب 500 600 درهم 150 باش خديتو انا ياك. دوري عندي هند وفيه البوني ديالو يعني بالبوني ديالو هذا ب 130 درهم وفيه لوينات وباقي ان شاء الله الاسبوع الجاي غادي يكون حتى ل 6 اكس ال. غادي يكون قد قد بهيجه قد ملكه. دابا هذا العبار ديالنا حنايا تحنا دبيديبات دوبل اكس ال في حتى دوبل اكس ال ولكن 6 اكس ال غادي تكون الاسبوع الجاي. كاين هذا اللون اللي لابسه انا اختارته لكم عجبني قلت لبسيه باش نتفكروا البحر في لون البحر ملي تلبسيه تخشي في الماء ما تبانيش انتيا. ها هو هذا اللون هذا وفي هذا اللون هذا ها هو في هذا اللون هذا سيربو هكا بحال اللبسه اللي لابسه ملك. في هذا اللون هذا راهم كلهم هكا بالبوني ديالهم. اييه 130 درهم. هذاك اللون هو اللي لابسه هند. عطيني اللون الاخر وفي هذا اللون هذا. شفتوا في شي خمسه اللوينات سبعه وباقي مازال وها واحد اللون اخر نوري لكم لابسينه هنا ها هو. شفتوا يعني تيلبس الكغون طاي والبتي طاي 130 درهم. وندوزو الموديل اخر ان شاء الله. كاين واحد الموديل البنات ديال السراول تيجيو على هذا الشكل هذا شفتوا ها هما. عطيني واحد مريم هذا الشكل هذا نشوف كيفاش داير. بحال اللي كنا شفنا في الخيط هادو الثوب ديالهم كريب فيهم حتى هما الجياب مبعد باش يبان. هانتوما في الجياب وفيهم هاد السير هكا تحزم هكا. هادو ب 80 درهم وفيهم الوان فيهم هاد الازراق فيهم الاحمر فيهم الموطاغت فيهم بزاف تلوان. شوفوا اللوينات بحال اللي لابسه مريم. شوفوا هادو ب 80 درهم وغادي تمشي معاهم هاد لاشوميز هادي حتى هي ب 80 درهم على هاد الشكل هذا وغيكونوا فيها اللوينات كاملين. مثلا فحال هادي جات مع هاد الازرق تجي مع هذا. هاد اللوينات اللي عندنا في السراول غادي يكونوا فيهم حتى القوميجات ديالهم تيلبسو من ال حتى لدوبل اكس ال. هادو ما فيهمش لي كغون طاي. 80 درهم 80 درهم. واحد المتابعه جات بغات تاخذو وانتوما لبساتو معايا شويه كغون طاي لبستو ليها باش يبان لكم. جاك مزيان بالصحه والراحه. نشوفوك كي درتي ليه زيرتي ليه داك لاستيك ولا خليتي سامبل. اياه 130 درهم بصحة والراحة. غادي ندير لكم واحد الجولة ان شاء الله. كاينين بيجامات وكاينين هادو واحد جليلبات كيجيو دو بياس هكا تيتلبسو هكا. هادو الثوب ديالهم موسلين بجوج ياك تيتلبسو دو بياس بحال اللي لابسة هند. هادو دايرين دابا شوية طوندونس ياك ماشي شوية بزاف تيجيو على هاد الشكل دور هند دوري. هانتوما هادي راه دو بياس وانتي كتختاري اللون اللي غادي تاخدي معاه. بحال دابا حنا غير درنا الموف مع الباج هادو تيبقاو ب 200 درهم دوري 100 درهم البياسه. تقدري تاخدي وحده تقدر تاخد وحده. اييه هادو 100 درهم عطيني اللوينات 200 درهم عطيني اللوينات. كاين مثلا هاد الفيغ هذا مع هاد الموطارد كاين الموف
كاين الغوز، انت غادي تنسقي اللي بغيت. بحال دابا الكحل نديروه مع بحال الكحل نديروه مع المطاط. كيمشي مع الغوز، هذا كيمشي مع البيض. اييه، هادو تتمشي 100 درهم الوحده بجوج 200 درهم. اييه، واخا انا ندور لعندو تتكمل لي الالوان باش يعرفوا اللوينات اللي كاينين. بغات شي حاجه دير سكرين البنات. هانتوما هالغوز سومو، فيها بزاف ديال اللوينات. البلومارين نتوما تلبسوا بحال البلومارين، تيجي معاه حتى الغوز، تيجي معاه حتى داك الاخضر. هانتوما البيج، هذيك ملبسه، شوفوا بحال دابا هذه ملبسه، شفتوا تيركوا ولا هاد الفيغ بيترول، هذا الفيغ بيترولي ومع هذا التراب كيفاش جا. وباقي لوينات بزاف، الكوغاي الاحمر، كاين هذاك الاورانج فلاشي، وهذاك الباج مع الابيض حتى هو ملبس. هيا ونوريكم باقي شي لون. هانتوما الخضر ملبسينو حتى هو مع الابيض، وثاني طويلي هكا الكميمات باش تجي على هذا الشكل. هذا هادو ان شاء الله 200 درهم. وندوز لكم الموديل الاخر. كاينين هاد الجليبات هادو حتى هما ديال الخيط، حتى هما تسولداو. هادو شحال غيبقاو لهم؟ 120 درهم. شفتوا كاين بحال هاد، كاين بزاف ديال الموديل، كاين بزاف ديال كنقولوا الرشمات والزواقات. دابا بحال هادي جات هكا كتسمى شنو كنقولوا، هادي طرز الحساب ولا بوانتي كروا، هاد الشكل هذا. وكاين موديلات وريني، كاين هاد الشكل هذا في الاحمر، فيها الطريزه هادي وفيهم لي طاي. نشوفوا كاين هادي هاد الشكل هذا، كاين هادو لي سامبل فيهم غير هاد هاد الموتيف هذا، فحال هكا شي حاجه هنا ملصقينها فحال العقيق. واخا كملي ليا، كاين هاد الموف، كاين هاد الموطارد كبيره هادي، شوفوا هادي راه كون طاي، هادي 120 درهم. هاد المارو هادو كاين اللي فيهم الطريزات، هاد التيركوا هادي حتى هي فيها طريزه، وسامبل فيهم فتيحات باش تلبسو مع لي زيسبا مع بليغات. هاد الغوج بريك هادي شفتو، والتوب ديالهم خيط، هذا خيط بحال هادي الاكس ال، هذا راه توب الخيط الفيبرا هذا ياك، فيبرا. كاين هاد اللون هذا، هادو 120. هادشي اللي بقى فيهم ولا مازال فيهم ستوك؟ مازال فيهم ستوك. شفتو كاين هاد الشكل هذا وهاد اللون هذا، اييه. وهذا اللي ملبوس حتى هو كاين، هاد الموف هذا بالابيض حتى هي 120 درهم. وباقي اللوينات بزاف فيهم البنات وفيهم لي طاي. كاين واحد البيجامات زوينين ديال القطن، هذا الثوب ديالهم قطن فنين، هادو زوينين وثمن جد جد مناسب. هادو غير شي سولد ياك، كنبقى عندهم واحد ستوك وهبطوه. السروال ديالهم كنوريهم لكم غير هما ستوندار، فيهم الجيب السروال هكا نوريه لكم ملبوس، وفيهم شكيلات زوينين. هاد البيجامات ب 40 درهم، انا نوريها لهم ملبوسه ونكملهم الالوان. ها هي البنات، هاد البيجامه ب 40 درهم فنه ديال القطن، شوفوا معايا القطن، قطن قطن القطن، داك القطن البارد زوين. شوفوا الخدمه ديالها، السروال بالجياب بحال هكا، شفتوا السروال تيجي هكا عريض شويه. هادي ب 40 درهم وفيها اللوينات، غير هي هو هاد الطاي ستوندار، انت تلبس نقولوا من تلبس سمول ميديوم لارج، يعني الاكس ال والدوبل غير الا لبستيهم يجيو كلاصقين. ونوريكم اللوينات، عطيني اللوينات هند. انتوما فيهم هاد البلوغوا هذا، فيهم هاد الموف، هاد الزريرق هذا بلوجين، فيهم الشويبي، هادو ب 40 درهم تبان جد مناسب. وفي هاد الاخضر هذا، وفيها البيج الترابي هذا حتى هو، تيمشيو كلهم ستوندار. هما راه فيهم اكس ال ولكن ما تلبسش. اييه، اللي ضعفات يتبرعوا في هاد البيجامات هادو. شفتوا هاد اللون هذا، هاد الاخضر، فيها الماغو، فيها داك البلو، فيها الموطارد، فيها اللوينات كاملين، فيها الموطارد، فيها الماغو، الكري، اييه شوفوا الكري حتى هي زوينه. هادو البنات ب 40 درهم ثمن جد مناسب. وباقيين حتى ديال 30 درهم مازال متوفرين، باقي فيهم ستوك. كاينين هاد السيرفيطات هادو بالنسبه للبنات اللي ما شافوش الفيديو، هادو ب 30 درهم وفيهم حتى الكرون طاي تجي. اييه هادو هكا سيرفيطات خفاف للدار لاصال الحمام، شفتوا هادو ب 30 درهم وباقيين فيهم اللوينات، فيهم هاد الشكل وفيهم هاد الشكل وفيهم بزاف ديال الموديلات. حتى هاد البيجامه هادي حتى هي الثوب ديالها حتى هي زوين، الثوب ديالها حتى هو قطن مبرد، هذا البنات الثوب قطن مبرد.
شوف كيفاش دايره هكا بالبونتاكو، هذه ب 80 درهم وفيها اللوينات وتتلبس هذه شويه. هذه ستوندار ولا فيها لي طاي كبار؟ ستوندار ولكن تتلبس، يعني شكل تتلبس لان الفصاله ديالك كيفاش دايره. ونوريكم اللوينات، عطيني اللوينات هند ب 80 درهم. ها انتم في هذا الاخضر، في هذا التيخكوا، هذا فيها نفس الموديل ولكن عيب كيتبدل الزواقه. هذه نوريهم الفرق، هذه تتوب، نشوف تتوب بحالو اييه. هذه فيها هاد الكتيبه هكا وفيها هاد الرموش، وهذه فيها هاد الطريزه هذه وفيها لي مونش هكا شفتوا، وهذه لي مونش منها اييه. الموديل اي دونك نفس اللون، كيتبدل غير داك الموتيف ولا داك الموديل، نفس الالوان كيتبدل غير داك الديكور اللي فيهم اييه. كاين هاد الماغو هذا واخا سيري مع هنايا الشعر، كاين الكري، الكري ديالهم فوالا نجي هكا في هاد البلوغوا، البلوغوا اييه 80 درهم وفيهم حتى الطوال، نوريهم لكم. في هاد الغوز هذا مرتديله، هذا غوز انديان حتى هو، وها نتوما البنات راه تيلبسوا تيلبسوا حتى لي كغون طاي شفتوا اعراضي اييه 80 درهم. هادو كيلبسوا كلشي، تيلبسوا بتي طاي الكغون طاي، نوريكم الطوال ديالهم وفيهم حتى الطوال ديالهم. شوفوا معايا حتى هما نفس الثوب، تيجيو ميديات هادو، تيجيو قصارين شفتوا. حطها عليك هند نشوفوا العبار ديالها، نقول لك عاوتاني هند مع انت قصيره. انا قصيره. هانتوما الالوان في هذا الاحمر هذا، شوفوا فيها الكحل، فيها البلومارين، فيها الغوز، فيها داك الاخضر، فيها اللوينات بحال اللي في الكبار، بحال اللي في البونتاكو اييه ب 80 درهم. حتى هي ب 80 درهم تتلبس حتى هي بتي طاي الكون طاي. كاين هادو اللي تجي كولون بالبودي ديالو، تيتلبسو تحت الجلابه، حتى هما توبهم ليكرا هذا ياك، ليكرا ليكرا خيط. هانتوما فيهم هاد الشبيكه هادي، هادو تمشيو ب 50 درهم. حتى هي في اللوينات في هاد البلوغوا هذا، وتلبس لان شوفوا معايا التوب ديالها كيتيري، غادي يلبس حتى الكغون طاي. نوريكم اللوينات 50 درهم. اللوينات اللي فيها، في هاد الموطارد هذا، فيها الغوز، فيها الفوشيا، فيها اللوينات كاملين. شوفوا معايا فيها اللوان كاملين، هانتوما غوز انديان تا هما، وفيها هانتوما فيها البلوغوا تا هو فيه شفتوا 50 درهم. ويلبسوا حتى الكغون طاي، فيها البلومارين، فيها النوار، فيها الابيض، بلوغوا الخضر، فيغ او والزيتي 50 درهم. تيلبسوا لي طاي كاملين صغار وكبار. البنات الجوله اليوم سالات في محل سلاي، نتمنى الموديلات اللي وريتكم اليوم عجبوكم، ودائما بثمن مناسب، ونقولوا بسلامه. بسلامة بسلامة عليها، هي ما فيها ما يهضر حرفيا، ما فيها ما يهضر، هي مسكينة ما فيها ما يهضر. البنات بسلامة، ما عرفت فينا نبقاو نضربوا. وحنا ديما راه الإشارة ديالكم، كنحاولوا نجيبوا لكم لي كغون طاي باش ما نبقاوش البيبات ديالنا مكاعيين، ما لاقيش ما نلبسو، ما نلبسو. مرحبا بكم وألف مرحبا. راه كتقلب دائما على الموديل، تحاول تطيحوا لكم وتطيحوا لكم بثمن زوين، باش اللي ما عندوش واللي ما فحالهمش الدراوش كلشي يلبس. انا مجربه كرون طاي، غالي في الثمن، غالي في الثمن معقول. هذا الشيء علاش انا حاولت ندير لكم كرون طاي، اتمنى للمناسبه للجميع. هذا الشيء اللي كاين، يعني حيت يعني قال لك دابا انت اللي حاسه بهم، حيت عارفه اش قلت لي ما كنلقاش اللي كناخذ بيته، كناخذها غاليه 600 600 500 700 درهم. دابا ان شاء الله قويمي جا كغون طاي تاخذها ب 120 120 درهم وشكرا. انا قوامي دابا باخذ 300 الفوق لان كغون طاي، كغون طاي وانت تعرفي كتاخذي قوام ب 300 درهم، ما لقيتيش هذاك الشيء اللي كاين. يلا البنات بالسلامه عليكم، الفيديو جاي ان شاء الله. بسلامه بسلامه البنات. بالنسبه للعنوان المحل سلاي، حنايا دابا حدا ماكدو، هانتوما ماكدو هو هذا، كاين هذا المسجد هذا، مسجد الاندلس هو هذا، هانتوما ماكدو بقى على اليمن. سلاي كتبقى في هذا الشارع هذا، نيشان غادي نمشيو البنات، نمشيو نيشان ها
هانتوما كاينه محل طونجيغوا العلوان باين. انا حاولت نصور لكم اليوم انا باش نعطيكم النعت مزيان. هانتوما البنات حنا غادي نيشان هو محل طونجيغوا بقى على يدينا اليسر. غادي نلقاو واحد المحل ديال بيع الملابس هو في الشوكة طونجيغوا الزنقة الاولى لا الزنقة الثانية هي هذه اللي اونفاس معانا. محل صلاي كيبقى في هذه الدخلة هذه كاين هذا المحل ديال الملابس النسائية. هانتوما هذه هي صلاي.